كرام، بينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذر أبو دوح مراسل أخبار مصر. منذر، يعني إليك التفاصيل منذ أن بدأت هذه منذ أن بدأت الأبواب الخاصة بالانتخابات اليوم منذ 9 من هذا الصباح، بالتأكيد لديك تفاصيل عن يعني المشاركة من قبل المواطنين وأيضا الحرص من الجهتين، من الجهات المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والتزامها بها، وأيضا المواطنين والتزامهم بهذه الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. إليك منذر. بالفعل زميلتي العزيزة، بداية بالنسبة للإجراءات الاحترازية، الهيئة الوطنية للانتخابات قد وضعت إجراءات محددة بالتعاون مع وزارة الصحة لمحاربة ومنع انتشار فيروس كورونا، بداية من عمليات التطهير للمقار الفرعية المنتشرة على مستوى 13 محافظة، ولتخوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى، وكذلك توزيع الكمامات وأدوات التطهير على لجان الاقتراع، والتأكيد على أهمية دخول الكمامات أو كل من يقوم بعملية الاقتراع ويشارك في العملية الانتخابية يجب أن يكون أن يرتدي الكمامة الخاصة به، وكذلك إجراءات منع الاحتكاك والتباعد ما بين المواطنين أثناء عمليات الاقتراع. هذه القواعد كما أسلفنا الذكر بالتعاون والتأكيد مع وزارة الصحة للمحافظة على صحة المواطنين. بداية غرفة العمليات قد بدأت عملها من 9 من صباح اليوم، وذلك للاطمئنان على عمليات الاقتراع في اللجان الفرعية المنتشرة في 13 محافظة، وكان هناك بعض اللجان قد تأخرت في فتح باب الاقتراع بسبب تأخر وصول القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، وهذا التأخر كان لا يزيد عن 5 أو 10 دقائق في اللجان الفرعية وبعض المحافظات النائية، لكن استمرت عملية الاقتراع في كل اللجان الفرعية الخاصة ب 13 محافظة، وإلى الآن لم ترد أي شكاوى للغرفة العمليات. أي من الشكاوى خاصة بالمعوقات، خاصة بمشكلات سواء داخل اللجان أو خارجها، يعني هل يعني لديك من هذا الأمر وصل؟ بالنسبة لغرفة العمليات كانت بداية وضعت عدة طرق للشكاوى الخاصة بالمواطنين في هذه العملية الانتخابية، بداية من الشكوى إلى القاضي الخاص باللجنة الفرعية، وكذلك رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة العامة في كل محافظة، ووصولا إلى الخط الساخن الخاص بغرفة العمليات والتي وضعته، وهو رقم 19826 للتواصل مباشرة بغرفة العمليات، سواء إذا كان لديه شكوى من قبل المواطنين أو كذلك المشاركين في العملية الانتخابية. وفقا لتصريحات في غرفة العمليات، إلى الآن لم تصلهم أي شكاوى تمس العملية الانتخابية، عملية الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة إلى الآن إلى وقت الاستراحة التي ستكون في الساعة 3، مع إشراف قضائي كامل، والذي أكد عليه معالي المستشار لاشين إبراهيم بأن نزاهة هذه الانتخابات تأتي من إشراف قضائي كامل على لجان الاقتراع ووجود قاضي على كل صندوق اقتراع. هل يصل إليكم منذر إحصاء للفئات العمرية دون فئة أخرى؟ يعني هل لاحظت أن هناك يعني كثافة في الانتخاب والاقتراع من قبل فئة دون الأخرى؟ هل يصل لكم هذه الإحصاءات؟ بالنسبة لعمليات الإحصاءات هناك متابعة كاملة من غرفة العمليات، لكن صدور الأرقام الرسمية يكون بعد انتهاء عملية اقتراع في اليوم الأول، وسنوالي في الرسائل القادمة مع صدور هذه النتائج. لكن التباين، السمة السائدة والذي تابعناه في جولات الاقتراع على مدار الأشهر الماضية والسنين الماضية، تتباين في ما بين كل محافظة وفقا لطبيعتها، وكل منطقة داخل المحافظة تتباين فيها إقبال المواطنين على لجان الاقتراع بسبب إذا كانت هناك الأحوال الجوية، والذي تابعناه في المرحلة الماضية المرحلة الثانية والتي كانت هناك سوء الأحوال الجوية أثر على إقبال المواطنين في بعض المحافظات الساحلية، وكذلك كما كنا نتابع هناك درجات الحرارة لها تأثير كبير في توافد المواطنين، وساعات الصباح دائما تشهد في بعض المناطق الريفية إقبال من المواطنين، والساعات دائما منتصف دائما مع نهاية اليوم يكون هناك إقبال في المناطق الحضرية. التباين هو السمة السائدة في المحافظات في إقبال المواطنين على لجان الاقتراع.